يا ترى كل بنت وهي طالعه من بيتها على بيت جوزها بفستانها الابيض الجميل، ايه اللي جوه قلبها علشان تبني الحب جوه بيتها وتحافظ على مقامها في قلب جوزها؟ يا ترى ايه اللي في قلبها وهي خارجه بفستانها الابيض الجميل علشان تعيش اجمل حياه واسعد حب في البيت اللي هي دايما كانت بتحلم بيه من صغرها؟ هنا في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قدام المسجد النبوي، ومن أمام القبة الخضراء، كان أسعد بيت في الدنيا وقتها بيت حبيبة رسول الله السيدة عائشة. السيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يقعد عندها، السيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل عليه جبريل في بيتها لأنه عارف أنه بيحب اليوم اللي بيكون موجود فيه عند زوجته عائشة. السيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمام الدنيا كلها اتسأل من أحب الناس إليك، فعلى طول يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف إن الكلمة دي هتنقل منه للعالمين، يقول مراتي عائشة. بيت عائشة بيت الزوجة اللي الصحابة لقبوها بعد ما شافوا الحب اللي طالع من قلبها، لقبوها بحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل كان بيحب يفرح النبي لكن هي أكتر واحدة فرحته، الكل كان بيحب يضحك النبي لكن هي أكتر واحدة ضحكته، الكل كان بيحاول يقرب للنبي لكن محدش قدر إنه ياخد مكانها في قلب النبي. أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها. أنتوا عارفين عائشة وهي طالعة من بيت أبوها أبو بكر أخدت في قلبها صفة الود، شافت ربنا الودود سبحانه وتعالى ودخلت مدرسة الحب وشافت صور ود ربنا ليها، فأخذت القرار إنها تتخلق بخلق الله الودود. طيب يا رب أنا لو عايزة أودك زي ما بتودني وأحبك زي ما بتحبني أرد الود والحب ده لمين؟ فسمعت ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فعرفت إن أحق الناس وأولى الناس بالود من قلبها هو أقرب الناس ليها وهو جوزها، ويا أختها كان جوزها النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغت كل الود اللي شافته من ربنا لقلب جوزها صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي قال ما من نبي إلا وقبض حيث يحب. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام كان بيسأل أين يوم عائشة، نفسي أموت على فراش عائشة وفي بيت عائشة وبين ايدين عائشة احب الناس الي. وده اللي حصل فعلا، اتكتب اسم السيدة عائشة جنب اشهر لحظات التاريخ، وفاة اطهر انسان صلى الله عليه وسلم في بيتك وتحت القبة الخضراء في مكان سكنك، فاسعد بيت عرفته الدنيا وقتها بيت عائشة رضي الله عنها. لازم كل ست بتدور على الحب واستمرار الحب في بيتها تخش بيت عائشة، هذا البيت اللي شهد أسعد لحظات النبي بسبب الود اللي كان جوه قلب عائشة، بسبب إنها دخلت مدرسة الحب وشافت ود ربنا ليها وحب ربنا ليها فأفرغت هذا الود والحب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لازم كل يوم تخش بيت عائشة وتعرفي قصة من قصص التودد وحب إرضاء الزوج اللي عاشتها عائشة عشان تحافظي أنت كمان وتخشي مدرسة الحب في نفس الفصل اللي دخلت فيه السيدة عائشة عشان يفضل الحب والود مالي بيوت المسلمين. الحب منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين، كنز في قلوبنا بنورثه من سنة الهادي الأمين، نورك يا رب بنلمسه اشرح صدور المؤمنين وفي رحمتك متجمعين بالحب نتعلم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة